افتتح اتحاد عمال السويداء ونقابة المهن الزراعية في صالة نقابة المهندسين الزراعيين في مدينة السويداء وبمشاركة 20 سيدة معرضاً للصناعات اليدوية لدعم اقتصادات الأسر العاملة بهدف التعريف بمنتجاتهم وتأمين مردود جيد لهم ولأسرهم. هذا المعرض للصناعات اليدوية أقامته نقابة عمال التنمية الزراعية للعاملات ضمن نطاق عمل النقابي العاملات بالقطاع الزراعي. طبعا هذا المعرض اجى بناء على البرنامج اللي اطلق من الاتحاد العام لنقابات العمال لدعم اقتصاديات الاسر العامله. عدد المشاركات 20 مشاركه من زميلاتنا العاملات بمختلف المنتجات، منهم خياطه، منهم صناعات غذائيه، منهم صناعه المنظفات، منهم الحفر على الحجر والرسم على الزجاج. يعني في منتجات متنوعه، في صناعات يدويه، زخارف وما زخارف وما شابه. انا مشاركه البان واجبان وحلويات عربيه التقليديه، المرشم والزلابي المعمول بالزيت الزيتون وبالحليب، وهي كلها مواد طبيعيه. بتامل انه يعني هيك يصير في مجال للبيع، يصير معنا مراكز ثانيه يعني هيك انه نقدر نبيع فيها. الصراحه معرض كثير حلو ملفت، في تقنية يعني عالي بالنسبة للأعمال المعروضة، كثير حلوة وكثير حلوة هيك معرض. ضم المعرض العديد من المنتجات النسيجية والصوفية وأعمال الزخرفة والمنتجات الغذائية وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى تدوير توالف البيئة والاستفادة منها. ويسعى القائمون على المعرض إلى إقامة أسواق دائمة داخل وخارج المحافظة ودعم هذه المشاريع وتوسيعها. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.